تقدم جمعية الثمات للتنمية والتكافل الاجتماعي الطعام طوال العام، وذلك للأسر في بيوتهم. وتأتي في الشتاء وتقدم لهم الكساء وتقدم لهم البطاطين وكافة مستلزمات الدفء، وذلك لحمايتهم من برد الشتاء. وتقوم الجمعية أيضا ببناء وتسقيف المنازل لتحمي الأسر من الأمطار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا محمد عبد المنعم ومن فريق عمل برنامج جنة الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساء الخير. الأمن والأمان من نعم الله عز وجل على الإسلام، الأمن والأمان. لذلك يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولا يتمتع بنعمة الأمن إلا المؤمن. فإذا وجد الأمن والأمان وجد الخير والرزق ووجدت السعادة، وإذا فقد الأمن والأمان وجد الخوف والجوع. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وكان من دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا البلد آمنا. وقد وصف الله عز وجل مصر في القرآن الكريم بأنها بلد الأمن والأمان والسلم والسلام والاستقرار، فقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. الأمن والأمان، هذا ما سنتعرف عليه اليوم في جنة الإسلام بصحبة معالي الدكتور أحمد سمير الأزهري. مولانا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك في جنة الإسلام. بارك الله فيكم، الله يرزقنا الجنة. آمين يا رب. صل على الحبيب صلى الله عليه وسلم. قلبك طيب. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. مولانا، على طاولة هذا المساء نسلط الضوء على الأمن والأمان. الله عز وجل يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي آية أخرى يقول: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولا يتمتع بنعمة الأمن إلا المؤمن. أما الطرف الآخر فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. اسمح لي أسأل فاضلاتكم، هل حدثنا عن أهمية الأمن والأمان في حياة المسلم؟ بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نعم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. الأمن والأمان نعمة عظيمة. نعم. لو نظرنا إلى يعني تعاليم نبينا عليه الصلاة والسلام وإلى شريعتنا الغراء، لوجدنا مثلا في القرآن الكريم كما ذكرت نجد أن الله سبحانه وتعالى امتن على عباده بنعم كثيرة، فقال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم. وذكر قريش، ذكرهم بنعمة الأمن التي هم فيها. نعم. فقال: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعم. وآمنهم من خوف، فذكرهم بهذه النعمة، الإطعام من جوع
والأمن من الخوف. والأمن من الخوف. نعم. فهذه نعمة عظيمة أنعم الله بها على عباده. وسيدنا إبراهيم لما دعا الله عز وجل أن يكون البيت الحرام وأن تكون مكة أن تكون آمنة وأن تجبى إليها الثمرات من كل مكان تأتي إليها. وسيدنا يوسف لما قال لإخوته ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. نعم. فالحمد لله على هذه النعمة التي تفضل الله بها على عباده. ولو نظرنا في ديننا الحنيف لوجدنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم يعني جعل هذه النعمة من أكبر النعم بعد الإيمان بالله. عفوا، نعمة الأمن والأمان من أكبر النعم، أكبر بعد النعم. نعمة الإيمان. نعم. نعم. لماذا؟ لماذا؟ لأن الإنسان لا يستطيع أن يؤدي عبادته نعم كاملة أيوة بهدوء واستقرار نفس واستحضار وخشوع إلا إذا كانت في ظل أن يكون آمنا. نعم. إذا كان آمنا في أهله، آمنا في نفسه، آمنا في وطنه، فإن ذلك يعينه على أي شيء، يعينه على أداء الفرائض، على عبادة الله. نعم. نعم. لذلك مثلا لو نظرنا في الشريعة نجد أنه إذا لم يكن هناك أمان، وإذا كان هناك خوف وحرب وعدم استقرار، شرعت لهم صلاة الخوف. تمام. شرعت لهم صلاة الخوف. نعم. أما إذا استقرت الأمور وهدأت الأوضاع وكانت الأمور كلها آمنة مطمئنة، فإنك عند ذلك تؤدي فريضتك كما أمرك الله كاملة، سواء إذا كنت مقيما أو إذا كنت مسافرا تؤديها كما أمرك الله سبحانه وتعالى. أستاذناك دكتور، نأخذ معنا أم كريم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ربنا يبلغكم رمضان يا رب. اللهم امين جمعا ان شاء الله. معلش واخد حضرتكم معايا، بس ربنا يكرمكم على البرنامج ده يا رب ويجزيكم كل خير. بارك الله فيك وياك. بقول لحضرتك يا شيخ معلش. نعم. انا من حوالي 18 سنه كده وزياده كنت قدام واحده وقالت لي يعني ايه ان انت كنت صايمه، انت بطلي اكل كل ده اكل كلتيه. وفي واحده ثانيه لو واخده مرات زوجي كانت كل شويه ترمي لي حاجات على الباب، ميه على الباب وكده، ومرة شفت تراب بس واحد شيخ قال لي تراب ميت في الحمام. من ساعتها يا شيخ وأنا بقالي 18 سنة في حالة خطيرة لا تتخيلها، مرض وألم في معدتي على طول، إحساس بالقيء لدرجة إن أنا وصلت إن أنا ركبت جهاز في قلبي من كتر الألم اللي كان بيجيني في معدتي. وكل شيخ مثلا، في شيخ أنا الحمد لله كنت لابسة نقاب والحمد لله متزينة وكده وما بسيبش فرض حتى لو أنا بموت وتعبانة بصلي وأنا قاعدة. بس المشكلة يا شيخ ان انا لما باجي اقرا مثلا اسمع على النت او في التلفزيونات اقرأي الفاتحة، افضل اقرأ الفاتحة 7 مرات، اصلي ركعتين بنيتي الشفاء بصفة الرسول صلى الله عليه وسلم، اشغل سورة البقرة، كل ما اعمل الحاجات دي اتعب اكتر واروح المستشفى في حالة خطيرة. وكل ما افتكر ان انا مثلا اقرأ سورة اي سور من القرآن او اي اذكارات او اي حاجة اسمع الاذان انا مغص جديدة دخلت في وقتي. أعرف إن أنا هكلم شيخ، يعني أنا بكلم حضرتك والمغص اشتغل. طيب. المغص اشتغل شديدة تحت البطن. طيب. مش عارف أعمل إيه، ورحت للشيخ وقال لي استحب بمية القرآن برضه ما فيش، يعني استريحت شهر ورجعت لنفسي المشكلة، بس دلوقتي بقيت. طيب ممكن حضرتك، طيب أقول لحضرتك ممكن الإعداد هيدوك الرقم وبعد الحلقة أتواصل مع حضرتك إن شاء الله. حاضر حاضر يا فندم. دكتور كنا نتحدث عن الأمن وأهميته في حياة المسلم، وذكرت حضرتك أن لو الأمور مستقرة الإنسان يؤدي على نفسه ويؤدي عبادته بطمأنينة واستقرار. أما إذا لم يكن هناك أمن حتى هناك في الشريعة الإسلامية هناك بعض الأحكام المتعلقة بحالة عدم الاستقرار، بحالة عدم الأمن. لماذا؟ لأن الإنسان عند ذلك زي ما قلنا شرعت صلاة الخوف في الحرب ونحو ذلك، ليه؟ لأنه لا يأمن على نفسه. نعم. فكذلك أيضا فهذه النعمة العظيمة، وهذه النعمة لو نظرنا إليها هي يعني من يعني شيء ركيزة أساسية في ديننا، ركيزة أساسية ركيزة في ديننا. أساسية مثلا لو نظرنا ديننا دين الإسلام، دين الإسلام والسلام يعني الأمن والأمان. السلام ما معنى السلام؟ السلام معناه الأمان. نعم. فلذلك سميت الجنة دار السلام يعني نعم. دار الأمان. نعم. سميت الجنة
دار حتى السلام. القرآن قال ادخلوها بسلام آمنين. نعم. فهو من أسماء الجنة دار السلام، يعني دار الأمان. نعم. كذلك أيضا من يعني شرع في شريعتنا الغراء حينما تلقى مسلما، حينما تلقى إنسانا، أنت تستبدأه بالسلام، يعني كأنك تطمئنه. نعم. كأنك تطمئنه، فلما تسلم عليه فأنت عند ذلك تعطيه حالة من الأمن، تعطيه حالة من الاستقرار، فهذه نعمة، نعمة عظيمة، نعمة الأمن والأمان. وكذلك نعم. النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا فقال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، معناه يؤمنهم، يؤمنهم على نعم. أمورهم. والنبي أمرنا أيضا قال أفشوا السلام بينكم. وقلنا الجنة سميت دار السلام، يعني دار الأمان. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لو نظرنا لما دخل مكة ماذا عمل عليه الصلاة والسلام، مع أنهم هم الذين ظلموه وهم الذين حاربوه وفعلوا به ما فعلوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، ثم قال أمنهم على نفسهم فقال لهم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل البيت فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن. أمنهم صلى الله عليه صلى الله وسلم، عليه وسلم، وهم الذين قاتلوه وحاربوه وطردوه من بلده. سلامه عليه. أستاذناك دكتور، معنا أستاذة فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. تفضلي يا فندم. كنت عايز أسأل الشيخ عن تفضلي. تفضلي تحت أمر. وعليكم السلام. وعليكم. زي حضرتك يا شيخ. الحمد لله. كنت عندي بس سؤال، كان واحدة جارتي كانت زوجها توفى، هي طلبت مني إن أنا أتصل على البرنامج يعني وأجيب الفتوى من حضرتك. زوجها توفى واتجوزت سلسلة بعد ما زوجها توفى، بس كانوا كاتبين عرسي يعني أنا عشان هم في أرياف وما ينفعش حد يعرفه. هي زوجها توفي ثم تزوجت هي. أيوه. بس الزواج عرفي. كتبوا عرسي، هي على كلامها قالت إن هي سألت في الإفتاء وقالوا لها ينفع إن هي تكتب عرسي علشان أهلها والناس ما ينفعش يعرفوا الكلام ده. وبعدين انفصلوا. بعد ما انفصلوا بأربع شهور هو طلب يردها تاني، فهي عايزة تعرف إن هو يردها تاني هل ينفع ردة كده عادية ولا لازم مأذون بعد أربع شهور تاني. حاضر، ده أول سؤال. طيب في سؤال تاني يا فندم؟ أيوة تفضلي. السؤال التاني ده يخصني أنا صريحة باخد وسيلة منع الحمل من غير علم جوزي، عايزة أعرف هو حرام ولا إيه؟ حاضر. بس انا صحيا وماديا ما ينفعش ان انا يعني اخلف دلوقتي. حاضر سنجيبك. انت خلفتي يعني ولا ما خلفتيش خالص؟ معايا طفلين. معاك طفلين؟ طيب رضا. طيب حاضر فندم، شكرا جزيلا. شكرا دكتور. نرجع مره ثانيه لاهميه. طيب استاذنك دكتور، معانا فاصل. طيب مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل نصل الى الفقره الثانيه من جنه الاسلام، تفضلوا وبقائي معنا. جمعية الثمات للتنمية والتكافل الاجتماعي الطعام طوال العام، وذلك للأسر في بيوتهم، وتأتي في الشتاء وتقدم لهم الكساء وتقدم لهم البطاطين وكافة مستلزمات الدفء، وذلك لحمايتهم من برد الشتاء. وتقوم الجمعية أيضا ببناء وتسقيف المنازل لتحمي الأسر من الأمطار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جنة الإسلام بصحبة الدكتور أحمد سمير. مولانا خلينا نجاوب على بعض الأسئلة التي أخذناها قبل الفاصل. هنجاوب على سؤال الأستاذة فاطمة. هي السؤال الأول، هي عندها سؤالين. السؤال الأول بيقول اللي هي جوزة ليها واحدة جارتها توفي زوجها. توفي زوجها تمام، وبعد كده انفصلت، اتجوزت جوز عرفي او رجل مره رجل اخر، وبعد كده حصل انفصال.
هو عايز مر على الانفصال ده 4 شهور. هي عايزة تعرف هو عايز يردها. ما هي الاشتراطات عشان طيب. يرجع مرة تانية؟ طيب أول شيء نريد أن نبين شيء من يعني نبين شيء من الأهمية بمكان. طيب. ألا وهو عايزين نقول للسادة المشاهدين أنه إن مسألة الزواج العرفي ما يسمى بالزواج العرفي لازم نفرق، لابد أن نفرق، لأنه بتجيني أسئلة كتير من النوع ده. كتير من الناس مفكرين أنه مجرد لو جابوا ورقة ومضوا عليها أو هو وهي مضوا عليها أو أمها مضت معاهم عليها أو خالتها أو الكلام ده كله اعتبر نفسها كده اتجوزت. هذا ليس زواجا. أكتر من حالة جات لي بنفس الطريقة دي. ما ده يسمى إيه؟ ده زنا، ليس زواجا. والعياذ بالله، زنا. هذا زنا اللي لم تتوفر فيه الشروط، اللي هو الشاهدين لا مش الشاهدين، اللي هو مجرد يجيبوا ورقه يكتبوها من غير عقد ومن غير اي شيء. ماشي تمام. ده هذا زنا ليس زواجا. تمام. اما لو توافرت كل الشروط بمعنى انه والله، وكمان بنقول انه ينبغي على الناس في الارياف او في غيره ينبغي ان يراعوا الشرع، ينبغي ان نضع الشرع نصب اعيننا. فهي مثلا واحده بتروح تتجوز احيانا عرفي لانه والله الناس هيبصوا لها مش عارف كذا. الذي يعمل حلالا لا يشغل باله بكلام الناس. نعم. انا اهم شيء ان يكون هذا العمل الذي اعمله تحت مظل الشريعه، والشريعه قد اباحت لي هذا الفعل، فلا اشغل نفسي بهذا او ذاك. ويعني الذي يرضى يرضى والذي لم يرضى لا يرضى، المهم ان ارضي الله تبارك وتعالى. لذلك قالوا رضا الله غاية لا تترك. نعم. ورضا الناس غاية لا تدرك. نعم. فلا تترك ما لا يترك من أجل أن تدرك ما لا يدرك. يا سلام. ده يعني ينبغي أن ننتبه له. تمام. فهي إذا تزوجت يعني توفرت كل شروط الزواج، اللي هو من الصيغة اللي هي الإجابة والقبول، أركان الزواج ونحو ذلك، حتى يعني مش شرط البلد كلها تعرف. ولم يبقى إلا التوثيق، فبنقول هذا العقد شرعا صحيح. تمام. ولا بد من توثيقه. ولا بيكون عقد العقد الشرعي ولا بد من توثيقه حفظا للحقوق. نعم. أما إنه كونهم مثلا مجرد جابوا ورقة وكتبوا عليها وكانوا بيتقابلوا في مكان، هذا ما توفرت فيه الشروط. فهي على حسب هل هذا أو ذاك. حاليا مضت 4، تركوا بعض. طب لما تركوا بعض إزاي تركها؟ محتاجين احنا نعرف كيف تم العقد، ولما تركها هل طلقها يعني رمى عليها يمين الطلاق، ولا قطعوا الورقة وخلاص ما بقتش مراتي؟ يعني كمان دي مطلوب نفهمها. وعلى العموم لو كان طلقها ومضت اللي هي 4 شهور، يعني معناه إن كانت هي من ذوات الأطهار، يعني إذا كانت تحيض. نعم. فعدتها يعني بعد الطلاق 3 أطهار. نعم. يعني بعد الطلاق تحيض الحيض الأولى، ثم يحصل طهر، ثم تحيض الثانية، هذا طهر أول. تمام. وما بين الثانية الحيض الثانية والثالثة تطهر طهر ثاني، وما بين الحيض الثالثة والرابعة تطهر طهر ثالث. بعد ذلك بيكون مضت العدة، فإن أراد أن يراجعها فليراجعها بعقد جديد. ونقول لها لو عايزة ترجعي له لابد من توثيق العقد وثق العقد حفظا للحقوق، وخاصة الدنيا في أرياف. نعم. يعني لو حصل شيء ولا غيره قد تتهم بالزنا ونحو ذلك. والعياذ بالله. فلا بد أن تنتبه. يبقى عقد جديد ومهر جديد إذا مضت العدة. نعم. تمام. طيب السؤال الثاني بتقول هي بتاخد وسيلة منع الحمل وجوزها ما يعرفش. وسيلة منع الحمل وجوزها أن تخبر زوجها ويكون بالتراضي فيما بينهم. ولا مانع أنه الإنسان يعني أن ينظم هذا الأمر شرعا، يعني يجوز الإنسان أن ينظم هذا الأمر نظرا لظروف الحياة، ونظرا يعني ينظر كيف يربي هؤلاء الأبناء. طيب. ونحو ذلك. طيب نرجع مرة ثانية لموضوع الحلقة يا دكتور. نعم. كيف يتحقق الأمن والأمان في المجتمع؟ نعم، يتحقق الأمن والأمان في المجتمع بعدة أمور. نعم. أولها الإيمان بالله سبحانه وتعالى. يا سلام. وتحقيق العبودية الكاملة لله. نعم. فالإنسان
إذا آمن بالله سبحانه وتعالى وحقق العبودية لله وحقق العبودية الكاملة لله، أدى الواجبات، اجتنب المحرمات، فهذا يكون آمنا على نفسه ويأمن غيره عليه. نعم. الله قال في القرآن: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعم. بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى الإيمان وتحقيق العبودية لله، أداء الفرائض، اجتناب المحرمات، كذلك أيضا شكر الله عز وجل على النعم التي أنعم بها علينا. تمام. لذلك ينبغي أن نحذر من مثل يعني أصحاب الأفكار المتطرفة. أصحاب الأفكار المتطرفة. نعم. الذين ينتسبون زورا وبهتانا إلى ديننا الحنيف، الذين ينتسبون زورا وبهتانا إلى ديننا الحنيف، الذين روعوا الآمنين. نعم. الذين روعوا الآمنين، تلاقي ناس مثلا يأمنون في مكانهم ويأمنون على حياتهم، ثم يأتي يثيرون القلائل هنا وهناك وبدعوة، يعني بدعوة كثيرة، أو يفجرون هنا وهناك، يعني حتى لم يسلم منهم المصلون في المساجد. يا لطيف. مثل هذه الأفكار لم يسلم منهم المصلون في المساجد من تفجير المساجد أو الميادين العامة أو غيره، فينبغي أن نحذر هذه الأفكار المتطرفة التي تهدم ولا تبني. نعم. وتخرب العقول قبل البنيان، تخرب. نعم. العقول قبل البنيان، فينبغي أن نحذر مثل هذه الأفكار التي هي يعني بعيدة كل البعد عن ديننا الحنيف وعن شريعتنا الغراء. نعم. كذلك قلنا شكر الله عز وجل، إنسان أن يشكر الله، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من بات آمنا في سربه في مكانه، إذا كان عنده بيت يأويه ونحو ذلك، من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كأن الدنيا اجتمعت عنده إذا تحققت له هذه الأمور. من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه. كذلك وحدة الصف ولزوم أمر جماعة المسلمين. نعم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لماذا؟ لأن في التفرق والاختلاف، لأن في التفرق والتشرذم ضعف وعدم قوة. أما إذا كنا جميعا يدا واحدة نكون كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وكما علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المسلم المسلم كالبنيان المرصوص، وكمان أرشدنا عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا. نعم. وكونوا عباد الله إخوانا، صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وتكملة لكلام فضلاتكم دكتور، ونحن في جمهورية مصر العربية. نعم. بفضل الله نعيش حياة آمنة مستقرة في ظل قيادتنا الكريمة الحكيمة الذين أخذوا على عاتقهم النهوض بهذا الوطن. نعم. ويعني الحمد لله كمان أن الأمن والأمان يعم أرجاء البلاد. الحمد لله. وبما أننا نتحدث عن الأمن والأمان، نحب أن نوجه رسالة من القلب، رسالة يعني تقدير واعتزاز لرجال القوات المسلحة البواسل. نعم. ولرجال الشرطة الذين لولاهم ما كنا نعيش في أمان. صحيح. الآن. نعم. يبشرهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، أن المؤمن الذي يكون يعني يبقى ساهرا على حفظ أمنه وعلى حفظ أهله ووطنه ونحو ذلك، هذا في سبيل الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله سبحانه وتعالى. دكتور نورتنا وشرفتنا، وأشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء دكتور. أكرمكم الله. الله يعزك يا رب. مشاهدينا الكرام، وفي نهاية حديثي لا يسعني إلا أن أقول: حافظ الله مصر وجيشها وشعبها وشرطتها من كل مكروه وسوء، وسدد الله خطى القائمين عليها. لكم مني أراك المنى، في أمان الله، وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. قدم جمعية الثمات للتنمية والتكافل الاجتماعي الطعام طوال العام، وذلك للأسر في بيوتهم، وتأتي في الشتاء وتقدم لهم الكساء وتقدم لهم البطاطين وكافة مستلزمات الدفء، وذلك لحمايتهم من برد الشتاء. وتقوم الجمعية أيضا ببناء وتسقيف المنازل
لتحمي الأسر من الأمطار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.